أحوال جوية غير مستقرة متوقعة على المنطقة الشمالية خلال اليومين القادمين. تفاصيل أكثر بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. تبدأ أحوال جوية غير مستقرة بالتأثير في المنطقة الشمالية تدريجيا اعتبارا من ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء، وتستمر خلال يومي الثلاثاء والأربعاء. هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي ستكون محدودة التأثير، لكن تترافق بظواهر جوية عديدة، منها زخات أمطار رعدية وأيضا رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. نبدأ نشرتنا بخرائط توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة. يوم الثلاثاء أحوال جوية غير مستقرة تؤثر على المنطقة الشمالية، منطقة تبوك، أجزاء من الجوف وأيضا الحدود الشمالية. تستمر هذه الأحوال الجوية غير مستقرة في ليل الثلاثاء على الأربعاء في نفس هذه المناطق. كما ذكرنا تترافق هذه الزخات الرعدية من الأمطار بنشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار في عموم هذه المناطق، بينما المنطقة الجنوبية الغربية تستمر التشكلات الرعدية المحلية الموسمية خلال ساعات الظهيرة والعصر، في حين يسود الطقس مستقر في باقي مناطق المملكة. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين 38 إلى 25 درجة مئوية، يوم الثلاثاء 37 إلى 25، ونفس الأجواء والحرارات تقريبا خلال يوم الأربعاء. نستعرض الآن وياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في العاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حتى تسود أجواء صافية مع 26 درجة مئوية كحرارة مقاسة، من المحسوسة 25، الرطوبة 17%، أما الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة لتوقعات المدن السعودية اليوم الاثنين نبدأها من المنطقة الشمالية. أحوال جوية غير مستقرة في تبوك خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر، 39 إلى 24 درجة مئوية، سكاكا 37 إلى 26، وعرعر 35 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 40 إلى 28، جدة 33 إلى 30، مكة المكرمة 42 إلى 29، والطائف 31 إلى 23 درجة مئوية مع أجواء صافية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 28 إلى 19، أبها 28 إلى 17، وجازان 36 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 37 إلى 25، حفر الباطن 38 إلى 23، والإحساء 37 إلى 23 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى. العاصمة الرياض 38 إلى 25 عفوا، بريدة 38 إلى 23، وحائل تفرق لبعض الغيوم مع 37 إلى 24 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.